لا في اداء ولا في اي حاجه، حتى الوديات اللي اتلعبت ولا كان لها اي لازمه. انت ما حققتش فوز اساسا من اخر فوز انت محققه في كاس الامم، انت ما عملتش اي حاجه. المنتخب والتجهيزات وي وي الكلام ده ولا عمل اي حاجه. كوبر والجهاز الفني اللي معاه ملوش اي لازمه اساسا. المنتخب لو كانوا جابوا واحد من بيدرب في دوري الدرجه الرابعه كان عمل اداء احسن من كده. تحديدا كان سيء جدا جدا جدا، وكان اللعب فيه سيء جدا. المنتخب السعودي كان هو اللي بيهاجم، المنتخب المصري تراجع بشكل كبير، وده كان حاجة مشينة جدا. الأداء للفريق المصري كان فيه روح الانهزامية اللي خلت الجونين يتحققوا بسهولة كده، ده بالإضافة أن بقية الأداء المنتخب المصري خلال البطولة كان سيء برضه. في التلات ماتشات اللي لعبوها مصر ما عملتش أي لعب، بيلعبوا بس ب 11 لعيب، اللي هو يطلع مثلا تريزيجيه وهينزل مثلا كهربا، او يطلع مثلا مروان محسن وينزل كهربا، هم دول بس اللي بيلعبوا. احلى حاجه عملها النهارده ان هو شارك عصام الحضري، وعصام الحضري 46 سنه يا جماعه، وصوت ضرب الجزاء وبيقضي، بسم الله ما شاء الله لا هتحصل ولا هتحصل في الدنيا في العالم بحاله. لكن احنا بنشكر كوبر على الفتره دي، شكرا يا كوبر ان انت وصلتنا كاس عالم للمره الثالثه، شكرا ان انت وصلتنا نهائي امم افريقيا. ايه ما يصلحش الا المدرب الوطني. السعوديه اللي هي التصنيف الرابع خسرنا منها، احنا مستنيين نعمل ايه؟ دفاع 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 لغايه ما خسرنا في اخر دقيقه. احنا كنا كويسين النهارده في الشوط الاول، ولو في تركيز بس في الهجمات المرتده على الاقل كان محمد صلاح. وبعدين فين الكور الثابته؟ احنا يعني لو بندافع نلعب على الكور الثابته، مفيش اي حاجه خالص في منتخب مصر. وخلاص بقى كوبر يمشي بقى خلاص، يعني احنا كده فاض بينا الكيل، يعني مفيش حاجه ثانيه نعملها. يعني كوبر كان خلى اللعيبه تطلع بسرعه وحشه، خلى تريزيجي يلعب في مكان مش مكانه، خلى مروان محسن ينزل لحد نص الملعب مع انه مش في مكانه. كان من الاحرى ان هو يلعب لاعب تاني احسن من مروان محسن. مروان محسن لعيب كبير، خلانا نلعب دفاع بطريقه صعبه جدا، مش طريقتنا، مش لعبنا، مش بنلعب دفاع خالص. معانا امكانيات كبيره جدا، اكبر من السعوديه، اكبر من روسيا، مش بنستغلها صح. مشوارنا سيء طبعا، يعني دخل فينا ثلاثة وناندا اثنين وبتاع ارجوي واحد، يعني دخل فينا ست جوان وما حصلتش لاي منتخب في كاس العالم يخش فيه ست جوان. ومنتخب زي مصر، يعني منتخب مصر ده اقوى من منتخب روسيا، منتخب مصر اقوى من منتخب روسيا، يعني ازاي يخش فينا ثلاثة من منتخب روسيا وناندا يخش جون فينا من ضرب الجزاء وحكم مش مصمم هي ضرب الجزاء. ماتش سيء جدا وادائنا سيء جدا، ومدرب ما عندوش اي فكره عن الكوره. مش ده اداء مصر، مصر على طول بتلعب اداء هجومي وكوره حلوه، وفي لعيبه كتير اصلا مستواها وحش جدا. وما يعقلش ان مصر تروح بمهاجم واحد كاس العالم، مفيش منتخب في العالم عمل كده.